بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. احنا بدأنا في سلسلة افكار من قماش الخيامية، النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم فكرة حلوة وجديدة ومحدش عملها، دي حصري على قناة يوميات بنت الواد، يا رب تعجبكم ان شاء الله. كل اللي انا هحتاجه، اي بواقي قماش عندك، انا عندي قطع على بعضيها هاخد منها جزء، واي طبق اي علبه عندك هنشتغل عليها، هتشوفي الفكره وان شاء الله هتعجبك. كل اللي احنا هنحتاجه معانا، تسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهتجيب القماش بتاعك هتخليه على الظهر. هناخد جزء، هتجيبي انت الرسمه اللي انت محتاجاها او الجزء اللي انت عايزاه يظهر معاكي. انا هظبط القماش بتاعي بالمنظر ده، انا محتاجه الجزئيه دي. هيبقى معايا بقى اي حاجه اعلم بيها، مارك معايا بقى، قلم، مفيش مشكله. هحط الحاجه اللي انا هشتغل عليها، انا هحطها بالمنظر ده وهاخد حواليها دوران. انا مش عايزه على قدها بالظبط، انا عايزه اسيب مسافه حواليها، يعني بالتقدير كده صباعين ثلاثه، بحيث ان انا ايه لما اجي اقص ما ابقاش على قدها بالظبط، وهعمل عليها دوران. لو انت مش عارفه هتقيسي بمازوره او مسطره، تاخدي المسافات مقاس قد بعض، مقاس لك بالظبط انا هاخد قد ايه. يعني مثلا لو انت هتاخديها 7 سنتي هتاخدي كده وتعلمي نقطة 7 سنتي وتاخدي نقطة او 5 حسب ما انت عايزة، وفي الاخر هتوصليهم مع بعض. لو هتعرفي تتحكمي كده في الدوران مفيش مشكلة، داير ما يدور عليها كده ايه، وبالقلم هتعملي ايه دوران عليها. هنا برضو كده حاول ان انا اخد دوران، لان انا مش عايزة اقص بالظبط على قد الايه الطبق اللي معايا او العلبة اللي معايا. بعد كده كل اللي انا هعمله ان انا همشي بالمقص بتاعي كده، انا هقص ايه على الخط اللي انا عملته. بسم الله الرحمن الرحيم. هتخلي برضو الطبق محطوط عشان يحكم لك القماش انه ما يتحركش منك. ان شاء الله الفكره هتعجبكم وهتنفذيها. ممكن تعمليها بخيط وابره، وممكن تعمليها على المكنه لو عندك مكنه. انا هعملها معاكي بخيط وابره، لان عشان الناس اللي ما عندهمش مكنه يقدروا يعملوها، او ممكن تقفليها بمسدس الشمع مفيش مشكله. طبعا نظبط الزوايد اللي هي الحاجات الزياده اللي معانا دي، انا مش محتاجاها، انا عايزه على قد الخط اللي انا عملته، هتبقى معانا بالمنظر ده. طب بعد كده هنعمل ايه؟ ممكن تستعملي مسدس الشمع، انا كل اللي انا محتاجاه عايزاتني التروب دي، ممكن مسدس الشمع او خيط وابره او تتنيها على المكنه. انا نجيب معانا خيط وابره، لو هتعمليها بخيط وابره خلي الخيط معاكي على 4، يعني بتاخديها 2 وتطبقيها تاني تبقى معاكي الفتله على 4 زي ما احنا شايفين. كل اللي انا هعمله ان انا هتني القماش جزء صغير، حاجه بسيطه. عايزه تعمليها تانيه جوه تانيه براحتك انت، عايزه تعمليها تانيه واحده برده مفيش مشكله. لو هتعمليها بخيط وابره زي ما انا هعمل، مش هتعمليها على المكنه، كل اللي انت هتعمليه هتجيبي ولاعه بالمنظر ده وهمشي على التروب بتاعتها، بس تخلي بالك وانت ايه وانت بتلفي كده عليها داير ما يدور عشان ما تنسلش معاكي. هي مجرد ما هتشم النار كده خلاص مش هتنسل معاكي. انا هلف عليها كلها وارجع لك تاني زي ما انت شايفه كده، كان انت مسرفلها بالظبط، عمرها ما هتنسل معاكي. كل بقى اللي احنا هنعمله الابره والخيط زي ما احنا قلنا، وهنتني بقى ايه الحرف بتاعها. خلي بالك ليها وش وظهر، ده الوش بتاعها، فانا هتني الحرف بتاعي بالمنظر ده وهتنيها تانية صغيرة داير ما يدور. هعمل معاكي جزء وهكمل الباقي. ادخل العودة بتاعتي كده من تحت، هعمل جزء بحيث ان انا ايه اقدر ادخل فيها الاستك اللي انا هركبه، يعني الجزء اللي انا هتنيه ده لا يبقى كبير قوي ولا صغير، يبقى بالمنظر ده. عندك مكان اعمليها على المكان داير ما يدور. طبعا هتعمليها بلون احمر، بس نعمل لك بلون فاتح على اساس ان انت ايه تشوفي معايا الخيط، متبقى الفكره واضحه بالنسبه لك. هلف عليها داير ما يدور زي ما انت ايه شايفه كده، هاتني جزء كده واخيطه جزء جزء كده وتخيطي. عندك مسدس شمع ممكن تلزقي بيها مفيش مشكله، مسدس الشمع بيلزق حلو قوي على القماش على فكره. انا هلف عليها داير ما يدور زي ما انت شايفه كده بالمنظر ده وارجع لك تاني. انا لفيت عليها داير زي ما يدور زي ما احنا شايفين اهو، وجيت عند اخر جزء هنا اهو، سبت فتحه صغيره، ثبت هنا غرزتين، وهشيل الابره والخيط دي
كده كده هنضم ابرة جديدة. وانا لفيت زي ما احنا قلنا سايبين فتحة صغيرة، كل اللي انا هعمله عايزة محتاجة قطعة استك صغيرة ودبوس صغير عشان ادخل الاستك. ما عندك بنسة بقى، عندك دبوس صغير اللي موجود عندك، هتسمي الله كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وهتدخلي الاستك. طبعا زي ما قلت لك انت هتبقي سايبه المسافه بحيث انها تمرر لك الايه الاستك ده يدخل جواها. انا هلف عليها كلها وارجع لك تاني. كده احنا دخلنا الاستك زي ما احنا شايفين. كل اللي انا هعمله هاخد المقاس بقى بتاعي عشان اشوف مقاس الاستك. طبعا دلوقتي كلنا عرفنا الفكره اللي احنا بنعملها. انا هعملها غطشان للاطباق او العلب عندك وتبقى شكلها حلو عشان رمضان. لو عندك حاجه انت حطاها في طبق او علبه ومش عارفه تغطيها بحاجه تحطيها بقى بشكل شيك كده قدام الضيوف. انا كده خدت المقاس بتاعي، فانا كل اللي هعمله انا هقص الزياده. كده انا عرفت علمت انا محتاجه استك قد ايه، فانا كده ايه هقص الزياده بتاعتي. ممكن تخيطيها ممكن تربطيهم على فكره عادي، يعني الفكرتين عادي. كل اللي انا هعمله تجيب الطرفين دول تعملي عقدة صغيرة تخيطيهم، هنخيطهم احسن. تبتيه كده غرزتين ثلاثة عشان ما تفكش منك وانت بتستعمليه. تبتي على الاستك كويس. ادي كده كل اللي احنا هنعمله. الجزء اللي هو كان مفتوح ده انا هرجع ايه اخيطه تاني. فكره سهله وحلوه وهتجددي بيها في ايام رمضان، تغطي بيها الحاجات كده الاطباق اللي عندك بشكل شيك كده وحلو. تبقى ما شكلها جميل وتديكي منظر حلو وتحافظي على حاجتك عشان ما تتبهدلش ولا تلوث منك. انا كده خلاص ثبت الغرزتين اللي انا عايزاهم، شيل الابره والخيط مش محتاجاهم. انت لغايه كده ممكن تخلي، وعلى فكره ممكن اي بواقي قماش مش شرط قماش الخياميه، بس احنا قماش الخياميه عشان يديكي ايه شكل حلو لرمضان بالمنظر ده. انت بقى ممكن تزيني، فانا كل اللي انا هعمله انا عندي الفرنشه دي عشان تديني جو رمضان اكتر. الفرنشه دي هتحطي على الحروف بتاعتها. كل اللي هحتاجه معايا في المرحله دي مسدس الشمع والفرنشه اللي معايا، وزي ما احنا متفقين لازم البدايه برضو كده انا بعملها بالشمع عشان ما تنسلش معايا بعد كده. هتخلي الطبق يعني هتفردي الغطا بتاعك على الطبق او العلبه اللي انت هتغطي بيها عشان تعرفي تعملي الشكل بتاعك. هتحطي شمع مكان ما احنا خيطنا كده اهو، وهحط عليها الفرنشه، منها هتغطيه للخياطة اللي انا عاملاها سواء بقى بايدي او بمسدس الشمع او بمكنة، ومنها هتديني منظر حلو. هتلفي عليها انت بقى ايه داير ما يدور كده، حبة شمعة بسيطة وهتضغطي ضغطة كده هي هتلزق ايه معاكي. تلفي عليها داير ما يدور. من حاجات صغيرة وبسيطة عندك في البيت تقدري تزيني اي حاجة عندك. عندك ركامة، عندك شريط ساتان، زيني بيه مفيش مشكلة. المهم تبقى حاجة تقدري تغسليها وتبقى عملية معاكي، لان ده هتستعمليه كتير وهتضطري تغسليه، فيبقى حاجة ايه تقدري تشيليها وتغسليها وكده تبقى مفيدة معاكي. يعني نلف عليها داير ما يدور زي ما احنا شايفين كده اهو. حابة تعملي لها فرنكة صغيرة كده على جنب ماشي، مش عايزة هي كده الفرنشة، مجرد الفرنشة كده عليها تديها منظر حلو. كده احنا وصلنا للنهاية. هقص الزيادة بقى، انا مش محتاجاها كده خلاص. قصي بعدها بسنتي كده عشان في هنلسها بالولاعة زي ما احنا متفقين. الجزء الاخير ده عشان ما تنسلش معاكي، تحطي حبة شمع صغيرة هي هتلزق معاكي. حابة تحطي حاجة صغننة كده في النص براحتك انت، برضو شوف وردة صغيرة كده هنحطها. الفكرة برضو دي من بواقي القماش، على فكرة دي برضو من قماش عادي، يعني دي قماش عادي انا برضو عملته نفس الفكرة. يعني انت لو ما عندكيش قماش الخيامية اعمليها بأي قماش عادي عندك مفيش مشكلة. نزين دي برضو مع بعض، نحط لها حاجة بسيطة كده في النص. زي ما قلتلك اعملي الغطا ركبيه الأول عشان تقدري تحددي انت عايزة تحطي فين بالظبط.
ممكن برضو لو عندك كبير الفل او ركامه صغيره ممكن تلفي عليه داير ما يدور كده، برضو هيدي له منظر لو انت حابه، مش حابه عايزه تسيبيها كده بالمنظر ده، اللي يريحك انت. انا عندي الورده الصغيره دي انا هحطها هنا في النص، كل محتاج كميه شمع. الورده دي عملناها مع بعض كتير يا جماعه، ارجعوا للفيديوهات وان شاء الله هنعمل من بواقي القماش برضو افكار حلوه هتعجبكم. هتثبتيها بقى كده اهو، نقطه في كل طرف، اجي على كل طرف كده احط نقطه صغيره عشان تثبت بس معايا زياده. عايزه تثبتيها بابره وخيط هيكون افضل طبعا، بس برضو زي ما قلت لك الشمع بيلزق حلو قوي على القماش ما تخافيش منه. لما ينشف بقى لو في شمع زياده بتشيليه. يا رب تكون فكره النهارده سهله وبسيطه وتقدروا تنفذوها. اي بواقي قماش عندك استغليه، وزيني بقى زي ما انت حابه، حابه تحطي حاجه ماشي، مش حابه اللي يريحك انت. يا رب تكون افكارنا بتعجبكم، واتمنى لو ما اشتركتيش معانا في القناه تشترك وتفعلي الجرس عشان يوصلك منا كل جديد، واشوفكم على خير في فيديو جديد مع فكره جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.